في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل الدفاع عن دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل معي. السلام عليكم. عليكم السلام. بهاء الدين من العراق سني. حياك الله بهاء الدين، تفضل. شيخنا، الآن وصلنا إلى مرحلة ونحن نتحدث في هذه السلسلة المباركة، نريد أن نسأل، يعني هل هنالك يعني ولاية كونية أكثر وأقوى من الولاية الكونية للأئمة؟ أحسنت الإلزام. يعني يبدو أن هنالك ولاية كونية، هذا صحيح. ممكن نطرحه كسؤال. والله هل هناك هنالك ولاية كونية، ولاية كونية أعظم من ولاية الأئمة، جعلت الأئمة لا يعرفون أن يعلمون الناس حلال ولا حرام، ولا يقومون دين الله ولا قرآن ولا سنة ولا تشريعات ولا أي شيء؟ أحسنت الإنسان. ولاية كونية وقفت ولايتهم الكونية لأنها أقوى منها. جزاك الله. ويقفون في طريق التحقيق، وحتى يقفون في طريق وعد الله. الله تعالى يعد، ولكن هنالك ولاية كونية حتى أعظم من الولاية الكونية لله. صحيح تعالى. صحيح، أحسنت الإلزام يا بهاء الدين. سلام. جزاك الله خيرا يا طيب. أيوة كده، أهل السنة أنا عايزكم دايما في الملعب معايا. أخونا الحبيب عمار قال كلام جميل جدا، وبعد كده أخونا بهاء، إخوة أهل السنة ما شاء الله، يعني ما يأثروا والله ورب الكعبة، أنا بتعلم منكم دايما. النهاردة أخوانا الأحبة هي حلقات خيانة معصومة، هي حلقة فضايح المعصومين في الدين الشيعي. ما قدموا جديد ولا قدموا أي شيء في الدين الشيعي. ويمكن لما يجي يقول لك عليه خالق الكون ورازق البشر وكل هذه الأمور وقتل ابنه، المشكلة أخوانا الأحبة في رواية أمس إيه؟ رواية أمس إن الشيعة مش عارفة ترد تقول لك إيه. يعني المعتقد الوحيد اللي بيحاسبنا على أحرف الكلمات وعنده طماط بيحاول يخبيها، تمام؟